السلام عليكم جميعا. هسه راح ناخذ البارت الثاني من المحاضرة الثانية. راح نحكي بهذا البارت كأوفر فيو عن الكرانيال نيرفز. يعني ما راح اجي اشرح نيرف شنو فانكشن شنو شغله هاي، بعدين ناخذ ويا البارتات، بس راح نجي ناخذ ما دام تعرفنا على البرين ستيم اوفر فيو، لعاد خلينا نتعرف على الكرانيال نيرف اللي حتطلع مننا. طبعا خلينا نسألكم سؤال، كم كرانيال نيرف عندنا؟ احنا مثل ما تعرفون عندنا 12 كرانيال نيرف، اوكي 12 واحد. هذا ال 12 كرانيال نيرف منين يطلعوا لي بالضبط؟ الكرانيال نيرف راح يطلعوا لي من البرين. من ده اقول من البرين شنو قصدي؟ قصدي من السيريبرام او من البرين ستيم. اكو اثنين اللي هم اول اثنين راح يطلعوا لي من فوق هاي الليكتشر، بحيث خليهم فوق هنا حتى ما يبينون. اثنين من فوق هاي الليكتشر يعني شنو؟ يعني راح يطلعون لي من السيريبرام، حيطلعوا لي من بارتات أنا بعدني مدارسها لي هسه، أوكي؟ اللي هي الأوبتيك نيرف والأولفاكتوري نيرف. أول واحد اللي هو الأولفاكتوري، أول واحد اللي هو الأولفاكتوري، ثاني واحد اللي هو الأوبتيك، أوكي؟ أولفاكتوري اللي هو مالت الشم، والأوبتيك مالت البصر، أوكي؟ زين، ذولة ما لي علاقة بهم هسه. ليش ما لي علاقة بهم هسه؟ ما يطلعوا لي من البرين ستيم. بقوا 10، ذول العشرة مين يطلعون؟ يطلعون من هاي البرين ستيم. زين شلون يطلعون؟ يطلعون كخطة طابة. يعني شنو قصدك كخطة طابة؟ هذا ملعب، هذا جول، هذا جول، هذا الجول ماتي، هذا جول فريق ضدي. غالبا انه من العب طابة اني بسوي خطة دفاعية، اربعة دفاع، اوكي، اربعة وسط واثنين هجوم. شنو قصدك بهذا الشيء؟ يعني أربعة بالمدلة يطلعون، أربعة يطلعون من البونز، اثنين مهاجمين بالميد براين، أوكي؟ معناته أربعة أربعة اثنين الخطة مالتنا، أربعة مدلة، أربعة بونز، أربعة اثنين ميد براين. اتفقنا؟ اتفقنا. شو حيكونوا مرتبين؟ مثل ما أول واحد طلع لي اللي هو الأولفاكتوري من البراين، أو قصدي من السيريبرام، الآخر الأوبتيك همينا طلع منناكه، فأكيد الثالث راح يطلع من المدبرين. هو المدبرين بيثنين هجوم مو صح؟ فطلع الثالث، بعد منو يطلع وياه؟ الرابع هم يطلع وياه، أوكي؟ البونز 5 6 7 8 خلصوا 4، بقوا 4 9 10 11 12، يعني مرتبين بالتسلسل، أوكي؟ خلنا نجي نفتهم ونشوف شلون راح يطلعون. خلنا نأخذ مثلا لون بنفسجي، أوكي؟ عندنا أول واحد راح يطلع من الميدبرين اللي هو الثالث. مين راح يجي يطلع لي؟ حيجي يطلع من نانة، يعني يطلع ميديالي، ميديال لهذا الفي. هسه بس حفظوا لي مين دا يطلع من الميدبرين اللي هو الثالث اللي اسمه أوكيلوموتور، يحرك عضلات العين، يطلع من نانة كفانكشن كهالأمور بعدين نأخذها. مين يطلع؟ ميديال سايد أوف ذا ميدبرين، أوكي؟ زين زين الرابع هم يطلع من الميدبرين، مين؟ لاترالي من هنا يجي. زين ليش؟ أنا أقولكم ليش. هذا الرابع شنو فيلمه؟ تعالوا لهذا اللاترال فيو، أوكي؟ هذا الرابع هنا، هذا مو ميدبرين، أكو هنا النيوكلياس مالته، وهنا مثلا نيوكلياس مال الثالث. الثالث إجا طلع من هنا قبل وطلع ميديالي. الرابع شوية غبي، ليش؟ الرابع اسمه تروكليار، هم شغلته يروح للعين ويحرك عضلات العين، يحرك اللاترال ريكتس العضلة، سوري يحرك الانفيريور اوبليك. هذا شنو فيلمه؟ هذا فيلمه اكو هنا فد ستراكتشر هيك لي ورا طالع بوستيريرلي يصيحوا البينيال او بينيال جلاند، اوكي؟ هذا يعني شلون نقول لك بالامبريولوجي يصيحوا الثيرد اي انه هو كونكتد ويا اللايت ويا هالامور، بعدين راح ناخذه بلكتشر الثلمس. فهذا ايش مو قلنا غبي؟ طلع لي ورا، مو طلع لي ورا، عباله هو هاي الثيرد اي او البينيال او البانيال بانيال جلاند حسب يعني شلون انتم تلفظوها، هي هاي العين. بعدين قال لا والله مو هي هاي العين، فراح افتر من انا. من راح افتر اجاني من نانا، اجاني لاترالي، طلع من نانا
بعدين راح افتر. اوكي فنشوفه لاترالي اللي هو الرابع. متفقين لي حتى الان؟ متفقين ان شاء الله. لهذا السبب بهاي الفره مالته الرابع صار the longest cranial nerve. longest not the biggest. الاطول الاطول والارفع thinnest. فلهذا هو كلش عرضه للانجري يعني هو عنده pathway طويل. فخلصنا الثالث والرابع oculomotor والتروكليار. نجي للبونز. البونز يطلع منها أربعة مو صح؟ خلصنا الثالث والرابع فمنو حيطلع منها؟ خمسة ستة سبعة ثمانية. make sense. أول واحد راح يطلع خمسة اللي هو مننا راح يطلع. هذا شو اسمه؟ هذا فد واحد عزيز على قلبي. نصيحة للترايجيمينال نيرف. الترايجيمينال نيرف هو البيجست كرانيال نيرف. البيج سنسوري نيرف اوف ذا فيس ويا شويه موتور من هنا هيك موتور النيوكليس صغيره تطلع بصفه. خليني اسويها بالاحمر حتى تعرفون بعدين نشرح تفاصيله يعني انا سايش بس بنسولف عليه. يطلع هيك اوكي اسمه ترايجيمينال نيرف الخامس. متفقين لحد الان؟ متفقين. هذا الخامس طلع مين بالضبط؟ من البونز. مين بالضبط من البونز؟ on the halfway يعني لا upper part ولا lower part. anterior لأن هذا anterior view لأن هذا الفي. laterally يعني الموقع مالته anterior laterally مو بالميدلاين و on the halfway لا فوق ولا جوا. بقى 6 7 8 مين يطلعون 6 7 8 طلعوا من فت بارت هنا نصيحه بونتو مدولاري جانكشن. فالجانكشن يربط لي البونز بالمدله فهو هنا انا فنصيحه بونتو مدولاري جانكشن راح يطلعوا لي بهذا الشكل 6 ماكو واحد منا واحد منا 7 8 زين. هذا 6 7 8 طبعا اذا تلاحظون كلهم يطلعون من الانتيرير بالانتيرير فيو. شلون ححفظ منو 6 منو 7 منو 8 لان مثل ما تعرفون هاي الصوره مهمه جدا بامتحان عملي لازم 100% اكو صوره بامتحان عملي يقول لك ايدنتيفاي ذا ستراكشر هو مؤشر على فد كرانيال نيرف. فانا شلون احفظ اللي هذا 6 هذا 7 هذا 8 مو هي هوسه صايره باعوا شباب. الستة مسؤول عن تحريك عضله من عضلات العين. السبعة هو الفيشيال. الثمانية هو الفستيبيلو كوكليار اللي هو مسؤول عن الإذن. باوع على وجهك بالمراية راح تشوف عيونك أو ليش مباوع على وجهك خلينا نوخر هاي الصورة. هذا وجهك هذا أسنونك هاي عيونك هاي إذاناتك أوكي. عيونك هي ميديالي باقي وجهك شوية لاترالي نقدر نقول. إذنك موست لاترالي يعني شنو قصدي؟ الستة اللي هو مال عيون هو الميديال. الفيشيال اللي هو مال وجه شوية لاترال. الفستيبيلو كوكليار اللي هو مال إذن موست لاترال. متفقين لحد الآن؟ إن شاء الله متفقين. بقى عدي مالت المدلة منو هي؟ 9 10 11 12 9 10 11 12 شنو سالفة في 9 10 11 12؟ مين يطلعون؟ شوفوا شباب هاي المدلة هنا اكو فت ستراكشر قاعد بالنص اسمه انتيريور ميديوم فيشر ومن هنا اكو فت بيراميد ومن هنا اكو فت بيراميد. اوكي او حسوي رسم جديد لانه شوية هذا تخربط. او عندنا هنا عندنا هنا شوية واحد نص استاو نجي نرسم عليه. هذا البونتو مدلري جانكشن هنا أنا أكو anterior medium fissure. أوكي هاي البيراميد إذا تتذكرون كانت البيراميدال تراك تنزل منها وبصف البيراميد أكو فت زيتونة نصيحة olives زيتونات. زين أنا عندي 9 10 11 12 يطلعون من هنا. متفقين لما متفقين؟ متفقين. هذا posterior view شلون عرفت posterior view؟ لأن هذا fourth ventricle. أوكي زين ما بين البيراميدز والأوليف راح يطلع واحد انتيريرلي نصيحة
hypoglossal nerve اللي هو الفماش ما بين البيراميد والأوليف. أوكي، ما ورا الأوليفز يعني ما بين ما ورا الأوليفز، من ورا الأوليفز، من ورا يجون لي قدام حيطلعون 9 10 11 12. خليته هواي فايبرات لأن هم هواي فايبرات، بس هي بالحقيقة 3 نيرفات، 9 10 11 12. ما حد حيجي يقول لك ميز لي هذا 9 لو 10 لو 11 سوري 9 10 11 مو 12 هذا 12. ما حد حيجي يقول لك هذا 9 لو 10 لو 11، لأن هي الفايبرات ماتهم كلش متداخلة. بس يجي واحد يأشر لك هنا ما بين البيراميدز والأوليف يقول لك هذا منو، فتقول له هذا هايبوغلوسال. يجي واحد يأشر لك لي ورا ويقول لك all of the يعني all of the cranial nerves here included by the area except، ويخلي لك الهايبوغلوسال. بينما 9 الجلوسوفارينجيال، 10 الفيغاس، 11 الاكسسوري نيرف، ذولا كلهم يطلعون من هناك. فهسه هذا الفيديو كان عبارة عن overview عن the cranial nerves، مين يطلعوا لي the cranial nerves. خليني نجي نراجعهم على السريع. أنا عندي 2 يطلعوا لي من السيربرم اللي هما اللي هما الأولفاكتوري والأوبتيك، 1 2. زين، بقى عندي 10، ذولا 10 يطلعوا لي من البرين ستيم. خطتنا مالت الطوبة، 4 دفاع بالمدلة، 4 وسط بالبونز، 2 هجوم بالميدبرين، وده ينزلون بالتسلسل. يعني الثالث راح يجي يقعد لي بالميدبرين، الثالث منه هو أوكيلوموتور، مين راح يطلع؟ ميديالي. الرابع منه تروكليار، مين يطلع؟ لاترالي. ليش لاترالي؟ لأن غبي فافتر من ناكا ورجع، فهو صار اللونجست and the thinnest. نجي على البونز، كم واحد يطلع منها؟ 4. منهم هذول 4؟ أنا خلصت 3 4، فمن عندي بعد 5 6 7 8. 5 هو منو؟ trigeminal. منو trigeminal؟ biggest cranial nerve on the halfway و anterior laterally. أوكي زين، بالpontomedullary junction منو يطلع عندي؟ 6 7 8. شون حندل منو medial منو lateral منو most lateral؟ الميديال هو العيون، اللاترال شوية هو الوجه، اللاترال أكثر هو الإذن. ف abducent و facial و vestibulocochlear. زين خلصنا، انزلنا للمدلة، من يطلع لي ما بين البيراميدز وما بين الأوليفز؟ hypoglossal 12. من يطلع من وراء الباقيات؟ 9 10 11. وشكرا جزيلا لكم. بس بقى شغله واحده اريد انبه عليها، خلينا ننبه عليها هنا. هذا المكان مو قلنا pontomedullary junction؟ خلينا نسويها بغير لون، مو يطلع منه 6 7 8. هذا 6، هذا 7، هذا فد واحد يطلع ويا 7 يصيح نيرفس انترميدياس. هو السنسري مالت 7 لان هو 7 موتور، بس وياه فد سنسري صغير. والموست لاترال أبعد واحد فيستيبيلو كوكليار، فخاف واحد يخربطنا شوية تشوفوها 4 نيرفات مصفطة. فهو 6 7 7 8، 6 7 7 8 انترميديت أو انترميديس، لأن هو قاعد ما بين 7 الأصلي والثمانية، فصار يعني نيرفس انترميديت ما بين 2. وهسه خلصنا الكرانيال نيرف كأوفر فيو. شكرا جزيلا.